إن وجودنا بينكم للاحتفال بالذكرى المخلدة لهذه الملحمة البطولية إنما هو بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يحرص على أن تحظى علاقاتنا بالشقيقة تونس بالخصوصية والتميز لما يجمع البلدين من وشائج أخوة وحسن جوار وتاريخ ومصير مشتركين. وقد عبر عن هذه الإرادة الصادقة التي تطبع التعاون بين الجزائر وتونس رئيس البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى بلده الثاني تونس يومي 15 و16 ديسمبر 21.